السلام عليكم، أهلا بكم في المحاضرة الرابعة من كورس Introduction to Embedded Linux. المحاضرتين اللي فاتوا كان تركيزنا عن الـ Operating System، واتكلمنا عن الـ Functionality بتاعة الـ OS والـ Features اللي في الـ OS اللي على أساسها بنختاره الـ OS المناسب للـ Application بتاعنا. لكن كلامنا كان كله بيتكلم عن الـ OS بطريقة General، ما كناش بنحدد أسامي OS's واللي هنتعامل معاه. بالنسبة لواحد في الفيلد محتاج ان هو يبقى عارف ايه الاسس الموجودة، يبقى اي واحد في اي فيلد محتاج يبقى عارف ايه التول سات اللي حواليه. فاحنا النهاردة ان شاء الله هنكفر الموضوع ده، هنتكلم عن الاشهر اسس موجودة في الماركت، سواء تنتمي الى الكاتيجوري بتاعة البروبرايتري اسس او المجموعة اللي هي الفري اوبن سورس اسس. أرجو إن المحاضرة تكون مفيدة، ولو في أي أسئلة ياريت تحطوها إما على الفيسبوك بيج أو على الجروب الديسكشن جروب. بالتايتل بتاع محاضرة النهاردة A Tour in Artos Land، هنبتدي نتكلم الأول على البروبرايتري Artos اللي هي مش open source ومش free، اللي هي مملوكة لشركات. فأول Artos نتكلم عليه اللي هو الويندوز CE. Windows CE طبعا developed by Microsoft، وهو ليه اسم جديد، عاملين له version جديد او اسم جديد، وهو Windows Embedded Compact. عندهم Windows Embedded Standard و Windows Embedded Compact اللي هو المناسب لينا احنا، اللي هو Windows Embedded Compact. ال Windows CE بيتميز بحاجة ان هو it's a real Artos، يعني في كل خواص الارتوس، ولكنه في كمان very nice user interface اللي هو اليوزر انترفيس بتاع الويندوز. فده مناسب جدا للديفايسز اللي هي embedded وفي نفس الوقت عايزة شاشة الناس بتتعامل معها. يعني مثال test equipment بتاعت لو في اللاب، test equipment سواء عندك مثلا في الكلية في الاوسيلوسكوب او logic analyzer، test equipment بتاع مثلا معمل تحاليل و بتبقى اجهزة غالية جدا، واليوزرز بتوعها بيبقوا عايزين انترفيس متعودين عليه زي بتاع الكمبيوتر. فويندوز سي اي بتبقى مناسبة جدا في الحاجات دي. هي ويندوز سي اي تعتبر بتتعامل مع بلاتفورمز ميديوم تو لارج، بمعنى الفوت برينت بتاعها كبير، 200 كيلو بايت حد ادنى، ممكن يبقى 350 اب تو 350 كيلو بايت. طبعا الفرق عن طريق الكونفيجريشن، لما بتشيل فيتشرز اقل حاجه ممكن توصل لها 200 كيلو بايت، محتاجه اتليست 1 ميجا بايت اوف رام عشان تران. يبقى احنا مش بنتكلم هنا عن ديفايس صغيره، احنا بنتكلم على بيج سيستم، لان دي ارقام تخص بيج سيستم. زي ما اتفقنا it's a real Artos، يعني الاركتكشر بتاعه is a fully deterministic، والكوست موديل بتاعه بيعتمد على ان هو في عندك بتشتري التولز وكل حاجة، زائد بتدفع زي رويالتي $3 device license. هنا بنتكلم على per device بيطلع، كانت في فترة كانت ب $15 وبعدين they reduce the price ل $3، طبعا ممكن تتغير مع الوقت. المهم فدي دي نقطة في رويالتي، بس زي ما اتفقنا هي مخصصة للديفايسز اللي هي expensive devices، حاجة زي اللي قدامنا دول. فدي ما تفرقش طبعا ان مايكروسوفت تاخد $3 من تمنهم، لان هما تمنهم غالي اساسا. فده ويندوز سي، زي ما احنا شايفين ان هنا كلها devices الشاشة بتغلب عليها، عشان كده انسب حاجه انها تتعامل اليوزر اللي متعود على يستخدم ويندوز، يبقى عنده اليوزر انترفيس بتاع ويندوز المشهور، فيعرف يتعامل، وفي نفس الوقت هي بتران الديفايس. يعني مثلا زي هنا عندي مايكروسكوب، عندي سام تيست ديفايسز وحاجات كده، جي بي اس ريسيفر. ده بالنسبه للبيج ديفايس. السمول ديفايسز انسب لها حاجه زي النيوكليوس. النيوكليوس هو ده ارتوس بتعمله منتور جرافيكس، مشهور جدا، مناسب اكتر للسمول ديفايس، ميديوم تو سمول ديفايس، فممكن يشتغل اب تو مايكرو كنترولرز صغيره. والفوت برينت لو نفتكر بتاع الويندوز سي اي كنا قلنا من 200 ل 350 كيلو، ده ممكن يبقى 2 كيلو، يعني شايفين قد ايه ان هو صغير. بيتميز ان هو كمان بيسبورت فيري سترونج سبورت للباور مانجمنت، عنده كذا مود اوف سبورت للباور مانجمنت. الكوست موديل بتاعه بيبقى تاني بنتكلم على اللي ان الكوست بتاع اللايسنس العادي والتولز، اتكلمنا قبل كده عن التولز واللايسنس، بس اهم حاجه عندي ايه؟ رويالتي فري.
رويالتي فري ديت تفرق قوي معايا، لان انا بتعامل زي ما قلنا مع ديفايس صغير، ديفايس صغيره يعني ثمنها صغير، يعني البروفيت مارجن بتاع الشركه صغير، وبالتالي زي دراذر بي وان شانك وبعد كده ما يدفعش بير ديفايس. طيب ده بالنسبه للنيوكليس، فدي منتشر جدا وفي شركات كثيره جدا بتستخدمه، عندنا كل الشركات الاسامي الشركات دي. ده بالنسبه للنيوكليس. في بعد كده اوبريتنج سيستم شبيه جدا بالنيوكليس اكشلي اسمه ثريدكس، ده اللي هو الاوثر بتاع نيوكليس، اللي هو اللي عمل له اركيتكتشر في نيوكليس في منتور، ساب منتور وراح عمل الشركه بتاعته وكتب another operating system اسمه ثريدكس، فقريب قوي من نيوكليس. برضه نفس القصه اسم الشركه اكسبرس لوجيك، برضه سمول فوت برنت، كان ممكن ينزل لغايه 2 كيلو بايت، ترنوا على مايكرو كنترولر ثرو ارتوس، فاست اند ديترمينستك بيهيفير. في هنا ميزه ان هو عنده فاست بوت تايم، دي بتبقى ساعات فيتشر مطلوبه قوي في بعض الديفايسز الميديكال ديفايسز وحاجات كده، انها تبقى البوت تايم بتاعها سريع، فده فيه الميزه ديت. اللايسنسنج موديل بتاعه از فيري فلكسبل، ذي هاف بقى ا لوت اوف بلانز، ديبيندز انت عايزه ايه، بس هو برضو يتميز ايه بانه هو رويالتي فري، فدي برضو ميزه تانية. هتلاقي اي حاجه مناسبه للحاجات الصغيره بيهتموا جدا ان الرويالتي يبقى رويالتي فري. طيب الستراتكس ليه بعض الاجهزه اللي بيستخدمها من البيج كاستمر بتوعه شركه اتش بي. اتش بي كانت لسه عامله قريب كونتراكت مع ثريدكس انها هتستخدمه في كل البرنترز بتاعتها، كل الانك جيتس وكل الليزر جيتس وكل الاول ان وان، الاول ان وان اللي هما بيبقى برينتر وسكانر وكوبير وفاكس في نفس الوقت، فكل دول هيستخدموا ثريدكس. يعني اتش بي از فيزنج اوت، يبقى كل حاجه عندها بتستخدم ثريدكس، كل البرنتر لاين بتاع ثريدكس. طبعا ده بيج بزنس. كمان برودكوم معظم الشيبس بتاعتها بتستخدم ثريدكس في الكوميونيكيشن بروسيسور. لو تفتكروا احنا في قلنا اول محاضره قلنا ان الموبايل بيبقى فيها كذا نوع بروسيسور، في حاجه اسمها كوميونيكيشن بروسيسور وفي حاجه اسمها ابلكيشن بروسيسور. ابلكيشن بروسيسور زي ما قلنا بيشتغل يا اما اندرويد يا اما اي ديفرنت اوبريتنج سيستم، انما بالنسبه ل كوميونيكيشن بروسيسور في معظم الشيبس بتاعتها بترن ثريدكس. نعرف شويه عن برودكوم. برودكوم تعتبر شركه نمره واحد على العالم في الواي فاي شيبس، فبرضه ده از فيري بيج ماركت. ده بالنسبه لثريدكس. بعد كده هو بقى نتكلم على الديناصور بتاع الارتوس. ليه بقول عليه الديناصور؟ بقول عشان هو كان اولا هو ديفلوبد باي اسمه في اكس وركس، ديفلوبد باي شركه اسمها ويند ريفر سنه 87. ايام ما واز اوت ات واز ذا موست فيموس ارتوس، كان يعني يمكن اكتر ارتوس بيستخدم اكروس ذا بورد. ما كانش بقى الحاجات اللي احنا اتكلمنا على ثريدكس ونيوكليس والكلام ده موجود، وكان هو غالبية الشركات بتستخدم في اكس وورك. دلوقتي بشوية بشوية استخدامه بيقل، يعني شبه بينقرض، فضل بس مع الشركات الكبيرة، يعني زي ما قلنا هو ليجاسي. الشركات الكبيرة اللي هي مثلا الديفنس، الدفاع والايروسبيس والناسا، يعني لسه بتستخدموش. الحاجات دي بتبقى كبيرة قوي، صعب ان هم يسويتشوا ان الاوبريتنج سيستم تاني، يعني بيبقى فيه ستاف كبير و زائد ان هو اتس ا فيري جود اوبريتنج سيستم، يعني ما فيهوش عيوب كبيره، انما هو از اكسبنسيف كومبيرد بالحاجات الجديده. فبالنسبه للشركات دي مش فارقه معاهم او الكوست، فهم لسه بيستخدموا. والحاجات الجديده از كاتشنج اب بالكواليتي، زي ما اتفقنا اتس ا فيري جود اوبريتنج سيستم، بس النيو سيت اوف اوبريتنج سيستم ارتوسز ار كاتشنج اب وبفراكشن اوف ذا برايس. يعني من ضمن الشركات اللي بتستخدمه في شركه الماني اسمها كوكا روبوتكس. كوكا روبوتكس من الشركات اللي هي بتصنع روبوتكس اللي هي الاندستريال، اللي هي مثلا هنا ده روبوت اللي هو بيصنع العربيات، فهي بتصنع الروبوتس ديت. فهنلاقي ان طبعا الروبوتس دي كلها بترن في اكس وركس. كمان كاستمر كبير لي في اكس ووركس ناسا، شركه وكاله الفضاء. فتلاقي مثلا الروبوت ديت اللي هي الروبوت اللي بتطلع على سطح المريخ وبتعمل ابحاث هناك،
فالروبوت دي بتكلها بترن في اكس وركس. تمام، يبقى احنا كده غطينا شويه من البروبرايتري ارتوسز واتكلمنا عليهم والفروق، ايه اللي بيناسب حاجات كبيره صغيره، ايه اللي هي ليجاسي وكده. نبتدي نتكلم على الفري اوبن سورس او اس اللي هو هيبقى يعني تركيزنا اكتر عليهم، لان احنا ايفنشال قاعدين نتكلم على اللينكس. قبل ما نبتدي نخش في الاكزامبلز، عايزين نعرف كلمه لما نيجي بنتكلم عن فري، ايه فري دي؟ يعني هل فري يعني ببلاش؟ هو طبعا ببلاش، بس يعني هل احنا بس بنتكلم ان هو ببلاش؟ لا، فري is free really free. فالجملة الاولانية لازم نعرفها ونفتكرها على طول، free is for freedom not for a free drink. يعني ايه؟ يعني free ده معناها ان انا عندي حرية استخدام الاو اس، مش معناها ان هو بس ببلاش. يعني انا لو جبت الويندوز تي ببلاش ده مش في نفس الكفاءه اللي انا بتكلم عليها. يعني انا عايز يجي لي الاو اس، اي كان ران ات ستادي ات كوبي ات موديفاي ات ديستريبيوت الاوريجينال او ديستريبيوت الموديفايد فيرجن. تمام، طبعا دي حاجه ما تديهاليش ويندوز تي مثلا ولا في اكس وركس ولا حاجه. يعني انا مثلا اي نو اكزاكتلي هاو السكيدجولر بتاع اللينكس شغال، ما اعرفش السكيدجولر بتاع الويندوز سي اي ازاي بالظبط، او بتاع الفي اكس وركس ازاي، مقفولين. ممكن طبعا هم يكونوا بيدوني شويه كود اللي انا ممكن محتاجه عشان اوصل درايفرز عليه او كده، انما الكور حاجه زي السكيدجولر، حاجه زي الميموري مانجمنت، تفاصيلها ما اعرفهاش. فديت فبالتالي اي كانوت ستادي ات وكانوت موديفاي البيهيفير، ولو غيرت حاجه طبعا ما اقدرش اغير، يبقى ما اقدرش ديستريبيوت اللي انا غيرته. انما الفري سيستم اللي هم الاوبن سورس بيديني الفريدم ده، فدي طبعا ميزه كبيره جدا. لما بنقول فري قصدنا الكيرنل بيبقى فري، والتولز كمان بتبقى جايه معاه فري، اللي هي الكومبايلرز الديباجرز بقيه التول تشين اسمبلرز ديس اسمبلرز وهكذا. السبورت لايبريز بتبقى فري، السي لايبرري اكس ام ال بارسر سكيورتي لايبرري يوتيليتيز. التركه الوحيده في الاوبن سورس هي اللايسنسنج. صحيح انت ما بتدفعش فلوس، بس في ريسك، والريسك دي ساعات بتخلي ناس ويلنج انها تروح تدفع فلوس وما تجيبش الحاجه اللي هي الفري. ايه هي الريسك؟ ان هو بيقول لك ايه، انا هديك السورس كود اوبن وتعمل فيه اللي انت عايزه، بس لو انت عدلت السورس كود او كتبت حاجه على السورس كود ده برضو حاجتك تبقى فري هي كمان. يعني انت خدت حاجه دي اللايسنس بتاعتي، اللايسنس اسمها جي بي ال وهنتكلم عليها المحاضره الجايه. يبقى انت لو انت خدت كود جي بي ال اوبن سورس، الكود بتاعك هو كمان يبقى لازم يبقى اوبن سورس. طب دي مشكله لشركات كتير، لان انت بتكتب كود مش عايز الناس تعرفه. ففي طبعا لايسنس كذا لايسنس، وفي تحدد لك ايه اللي ممكن يبقى اوبن سورس وايه اللي ممكن تهرب من حته الاوبن سورس، فليها تفاصيل. بس هي دي التريك، ودي طبعا ممكن تضرك انك انت يا اما ما تعرفش تطلع سيستم تخبي يعني البروبرايتري، يعني ممكن تقعد تبيعه مش مشكله، البيع انه يبقى بفلوس دي مش مشكله. المشكلة انك انت ممكن ما تعرفش تطلع سيستم خاص بيك، او لازم تدي الناس السورس كود بتاعك. انت لو رحت النهارده اشتريت اي اكسس بوينت، اي حاجه من السوق، وفتحت المانيوال بتاعها، قريت التفاصيل، المانيوال محدش فينا بيقراها طبعا، بس قريت التفاصيل اللي هي اللي هي الفاين برينتس، مش المانيوال اللي هو دلوقتي شغاله، الفاين برينتس، هتلاقي مكتوب فيها حته كده ايه الكود بتاع الجهاز ده جي بي ال، ولو عايزين تبصوا على الكود ابعتوا للميل الفلاني واحنا نبعت لكم السورس كود. فهو هي دي التريك، ان في لما بيغير حاجه ايه لازم يبقى عنده يديك الاوبشن لليوزر ان هو ممكن يبص على السورس كود. طبعا في زي ما اتفقنا في لايسنسز بتحميك شويه، وفي لايسنسز بتبقى فيري اجريسيف. في جي بي ال فيرجن 3 از فيري اجريسيف، لدرجه ان في شركات تقول لك ممنوع تجيب كود جي بي ال فيرجن 3 جنبي خالص، لان ده هجيبه جنبي هكتب اي حاجه هيخلي الكود بتاعي كله لازم اطلعه للناس. فهي دي العيب الرئيسي للاوبن سورس اللي بعض الناس لسه مش مؤمنه بيه او مش بتشتغل بسببه. يبقى ايه المزايا؟ المزايا طبعا كتير جدا. المزايا الكوست زي ما اتكلمنا كتير، الكوست كل حاجه ببلاش. بيج كوميونتي تو هيلب اند سبورت، زي ما اتفقنا انت روح اي اشتري اي حاجه من البرودكتس اللي هي نيوكليوس او ثريدكس او السبورت بيبقى مش شركه وبيبقى ليميتد، وغالبا بتدفع ثمن وغالبا بيبقى ليميتد ان اورز، يعني يقول لك من حقك كام ساعه سبورت. انما هنا كايند اوف انليميتد، لان هو الكوميونتي بيبروفايد سبورت على النت، في كميه رهيبه من
السبورت والدوكيومنتيشن، عندك كابابيلتي انك تعرف تقرا السورس كود وتفهمه وتشتغل كده وتصلح حاجات بنفسك او تغير حاجات. والحاجه الثانيه فاست ريليس سايكل، دي فيري امبورتنت برضه. يعني انت النهارده لو في لقيت باج او في مشكله عندك في ويندوز سي اي ورحت ريبورتتها لمايكروسوفت، مايكروسوفت هتبص عليها وبعدين تبقى تصلحها وبعدين تقول لك طب خلاص هبقى انزلها لك في الريليس الجايه او هنعمل لك ابديت. عقبال ما يحدث الكلام ده بياخد وقت طويل جدا. في حاله الـ مثلا اللينكس، لا انت لو الكوميونتي هي يعني اي حد تلاقيه بيحل الباج بقت افيلبل على طول، واحنا اساسا بنطلع كل شهرين اللينكس بيطلعوا ريليس، يبقى انت خلال شهرين الباج اتحلت اوفيشال كمان على المين ستريم. فدي مهمه جدا ان في طبعا الاوبن سورس، طبعا مش كل اوبن سورس في كميه السبورت الفظيعه دي، انا بتكلم ده من اللينكس لان استخدامه كبير فالكوميونتي بتاعته كبير. الحاجه الثانيه هي ability to influence the future of the OS. يعني انت لو عندك فكره مثلا شايف ان في مثلا انا واحد بعمل شغال على لينكس وعايز احسن الريل تايم بيهيفير بتاعه، هكتب شويه اغير شويه حاجات وابعتها للمينتينر اللي هو المسؤول عن لينكس، اقول له بص صلح انا عملت ايه، يوم ممكن ياخد الكلام ده وينكلوده في المين ستريم ويبقى افيلبل في الكود الرئيسي. فطبعا ده مهم جدا. يعني انا بعمل ديفايس معين محتاج بعض الفيتشرز، اي كان افكت ما دام بعمل حاجه او يعني ميزه للبريدنج سيستم، اي كان انفلونس الفيوتشر بتاع الاو اس. فدي كلها مزايا في الاوبن سورس او اسز. هنتكلم على اول واحد فيهم دول هو اللينكس، وطبعا ده اهم واحد فيهم وموست بوبولار واكبر كوميونتي وليه كذا ديستريبيوشن. هنتكلم على كان ايه ديستريبيوشن يمكن المحاضره الجايه، بس انا عايزكم لما تفكروا في الديستريبيوشن في حالات احنا في الامبيدد بالذات بنبني اور اون، وفي حالات بنجيب ديستريبيوشن زي ريد هات وسوسي وبونتو. يعني يعني ايه ديستريبيوشن؟ بس عشان يبقى مدام جبنا سيرتها دلوقتي، اللينكس اللي احنا بنتعامل معاه في يعني الكيرنل، الكيرنل ده زي موتور العربيه كده، ده الكور. بس العربيه مش موتور وخلاص، العربيه بقى محتاج تحط لها بطاريه وعجل وكراسي وبادي ورفرف واكسدام و و و. فالاكسسوارز دي في شركات بتقعد تضيف الاكسسوارز دي، وفي فكل شركه تضيف مجموعه من الاكسسوارز ويطلع بديستريبيوشن. يبقى الكور هو زي بالظبط كده، عندك 3 4 عربيات يقول لك ده ايه، ده العربيه ديت موتورها موتور كذا، الموتور واحد بس الاكسسوارز بتعمل بيها عربيه مختلفه. ففي دي مجموعه من الديستريبيوشن. فانت ممكن تبيلد يور اون ديستريبيوشن، انت بنفسك تقعد تجيب تركب الحاجات المطلوبه، وفي بعض الاحيان ده بيبقى مطلوب وناس بتعمله، او انك انت تجيب ديستريبيوشن جاهز. ودي مجموعه من الديستريبيوشنز اللي موجوده في المركز. طبعا في a lot of distributions available. لينكس جي بي ال فيرجن 2، اذا ما اتكلمنا مش لازم نخش في تفاصيل ايه الفرق بين اللايسنسز وبعضها. اللينكس يعتبر ليه متطلبات على الهاردوير اكتر من حاجات ثانيه، لانه زي ما اتفقنا محتاج لازم بروسيسور يبقى 32 بت ولازم يكون في ام ام يو. ام ام يو لو افكركم ميموري مانجمنت يونت، فلازم لو انت ما عندكش ميموري مانجمنت يونت في البروسيسور يبقى ما ينفعش معاك اللينكس العادي اللي احنا بنتكلم عنه. في اللينكس از فيري هايلي كونفيجربل، تقدر تظبط النيدز بتاعتك، يعني فيري فلكسيبل في التغييرات بتاعته. بس ايه العيب بقى بتاع اللينكس الرهيب بقى ايه؟ لينكس اساسا مش ارتوس، فديت يعني ايه نقطه اساسا لينكس مش ارتوس، يعني لينكس ما كانش معمول عشان يبقى في الامبيدد وورلد اساسا. فان هو داخل في الامبيدد وورلد كده دلوقتي فيري بوبولار عشان المزايا الكتيره اللي انا اتكلمت عليها، انما هو مش ارتوس. وعشان كده اهو في مجموعه من الباتشز اللي تخليه ارتوس، اللي هي مثلا زي الار تي لينكس. الار تي لينكس عباره عن تعديل في اللينكس بحيث ان هو يخليه مور ريل تايم، مش دايما بنحتاج قوي تعديل ده، في بعض الاحيان بيشتغل حسب بقى النيدز بتاعتي، الريل تايم نيدز بتاعتي، عايز اخلص حاجه. لو انا بتكلم على 10 ملي سكند ولا بتكلم على 1 ملي سكند، يعني لو حاجه بقى فعلا فيري ستريكت في التايمنج يبقى لازم اجيب الباتشز اللي هي الخاصه بالريل تايم، اذروايز هو ممكن اشتغل بيه عادي. فدي مهمه جدا، ودي نقطه كتير قوي من الاو اسز المنافسه بتهاجمه من ناحيتها، ان يقول لك انت اساسا مش ارتوس. تمام، ده اللينكس. في فيرجن تانية من اللينكس اسمها
يوسي لينكس. يوسي لينكس ده اللي هو لينكس نفس، يعني كان بورت من اللينكس عشان يتعامل مع الديفايسز اللي لينكس ما يقدرش يسبورتها، اللي هي مثلا مايكرو كنترولرز او ديفايسز ما فيهاش ام ام يو. فلو انت ما عندكش ام ام يو ما ينفعش تشتغل باللينكس العادي، بتاخد الفيرجن بتاعه يوسي لينكس. انيشالي كان دي 3 لوحدها، يعني كان داونلود مختلف تماما عن اللينكس. دلوقتي بقوا يعني كايند اوف دمجوهم مع بعض، بس انت لو عايز يوسي لينكس بتضيف مجموعه من التغييرات او الباتشز على اللينكس العادي. بيستخدم في الامبيدد ديفايسز الصغيره طبعا اللي بتحتاج، ما فيش مش محتاجه ام ام يو، تقول لها انتجريتد مع اللينكس العادي، ودي مجموعه من الديفايسز اللي ممكن تكون بتستخدم فيها. الاو اس التاني اللي فيري كومن مشهور جدا اسمه ايكوس. ايكوس از ان امبيدد او ارتوس، ريل ارتوس، مناسب للديفايسز الصغيره، السيستمز الصغيره، فيري سمول فوت برنت، فمش محتاج ريسورسز كتيره ولا ميموري ولا ستورج ولا حاجه كده. التريكه اللي هم عاملينها او الميزه اللي عاملينها اللي خلته مشهور جدا ان هم اللايسنس بتاعتهم متسامحه جدا كومبيرد باللينكس او باليو سي لينكس. بمعنى هي موديفايد الجي بي ال لايسنس، بحيث انها تقول لك يا سيدي مش ما تفتحش الكود بتاعك ولا حاجه، يعني اكتب الكود اللي انت عايزه وما تفتحش الكود، مش يو دونت نيد تو اوبن يور سورس. فعشان كده في ا لوت اوف كومبانيز بتحب تشتغل على ايكوس. النقطه الثانيه ان هو فيري هايلي كونفيجرابل، فبيتعامل مع ممكن حاجات صغيره سمول تو ميديوم. وكلمه كونفيجرابل حتى السي اللي في ايكوس دي جايه من كلمه كونفيجر. في بقى مزايا ان هو ارتوس حقيقي، وفي سبورت المالتي تاسكينج، في ستاندرد اي بي ايز، تقريبا الحاجات دي في معظم اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. يعني دي حاجات بقت، يعني انا بتكلم هنا النهارده عن التوب ارتوس، فهم فيهم كل المزايا اللي هي اللي احنا اتكلمنا عنها المحاضره اللي فاتت. طيب ده بالنسبه لايكوس. بعض الابلكيشنز بتاعته هي مثلا بيستخدم في البلاي ستيشن 3، هو اللي بيرن الواي فاي تشيب اللي في الكونسول بتاع البلاي ستيشن 3. سامسونج التلفزيونات بتاع سامسونج كلها الجديده كلها بتستخدم ايكوس في التشيب بتاعه اليو اس بي، اللي هو لما تلاقي في التلفزيونات الجديده كلها فيها يو اس بي تشيب، تحط عليها فلاشه او ترن حاجات من عليها دايركتلي، او ام بي 3 بلاير او حاجه زي كده. دي التشيب اللي هي شغال ده بتبقى كلها رننج ايكوس على كل حتى على ال 3 على الاتش دي تي في وال 3 دي تي في بتاع سامسونج. كمان تستخدم في الاي فاي اللي هي دي عباره عن، ما اعرفش تعرفها ولا لا، ده عباره عن اس دي اي او كورد بيتحط زي اللي بتحطه في الكاميرا كده، بس جواه واي فاي، بحيث انك انت لما بعد ما تخلص تصوير مش محتاج انك انت تشيل الكارت وتحطه مثلا في الكمبيوتر عشان تنقل الصور، لا هي ثرو واي فاي يو كان داونلود البيكتشر. فده مشهور قوي، ده اللي هو الايه الاي فاي، في واي فاي ده برضه بيسبورت ايكوس. شايفين ده يعتبر مثلا سيستم فيري سمول، سيستم الامبيدد سيستم فيه احنا مش باين حتى بورده، يعني ده بيبقى فيري سمول امبيدد سيستم، فده بيرن ايكوس. فعشان تخيل قد ايه هو كان ران اون فيري سمول فوت برنت. الاخر او اس اتكلم عنه اللي هو الناتكس. الحقيقه الناتكس ده فيري انترستنج بروسيسور لسببين، يعني اولا اتس ا فيري سمول او اس، ممكن يشتغل على اي على بروسيسورز صغيره جدا، لدرجه لو تسمعوا عن الزايلوج زي 80 ده يمكن بروسيسور قديم صغير خالص ممكن ترنوا عليه. فايز فيري يعني ممكن ترنوا على فيري سمول بروسيسور، مش محتاج ولا ام ام يو ولا اي حاجه من الكلام ده. الحقيقه انا بيرسونلي انترستد فيه عشان شغال عليه اليومين دول، فعشان كده حبيت اجيبه في الصوره. هو مش طبعا مش في شهره اللي قبليه، بس هو اتس ترو ارتوس سمول فوت برنت، بيسبورت فيري سمول مايكرو بروسيسورز، طبعا زي ما قلنا اوبن سورس وفري وكل حاجه، ممكن ترن عليه سي او سي بلس بلس، في تي سي بي اي بي ويو اس بي سبورت، في مالتي تاسكينج، راوند روبن سكيدولينج، سبورت بري امشن. يعني قصدي انه السبب ان انا جايب الحاجات دي كلها ان انا بقول لكم ده از فيري سمول ارتوس، ومع ذلك في مجموعه كبيره من الفيتشرز وهايلي كونفيجر. استخدم في اي بي ايز الستاندرد، استخدم في الام بي 3 بلايرز. انا حاليا انترستد في موضوع الاوتو بايلوت، هو اكشلي استخدم في الاوتو بايلوت ده. الاوتو بايلوت بورد فيها زي مجموعه من السنسورز، بحيث انك انت تركبها على طياره او حاجه، يو كان كنترول الموتورز، ويو كان
ريد السنسورز وجيت الالتيتيود وفي اكسلرومتر وحاجات زي كده. فهو البروسيسور ده is very suitable for such a small application. ده كده كان مجرد overview على مجموعة الارتوسز اللي هنتعامل معاها. اتكلمنا المحاضرة ديت عن البوبولر ارتوسز اللي موجودة في الماركت سواء كانت البروبرايتري او الاوبن سورس. بكده يبقى احنا ختمنا كلامنا عن الارتوسز in general ونبتدي نركز كلامنا عن اللينكس in specific. فابتداء من المحاضرة الجاية هنبتدي نتكلم بقى عن اللينكس ومجموعة من الحاجات عنه. أرجو أن المحاضرة تكون مفيدة ولو في عندكم أي أسئلة ياريت يا إما تحطوها في الكومنتس بتاعتكم في الفيسبوك بيج أو في الديسكشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.